ملف التبرع بالأعضاء يعود إلى الواجهة في مصر وسط ترقب للخطوات التنفيذية التي ستنتهجها البلاد في إطار تقنين الإجراءات اللازمة للتبرع. يواكب هذه الخطوة تأييد مصحوب بإعلانات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وتوثيقها في الشهر العقاري، منها إعلان الفنانة المصرية إلهام شاهين عن التبرع بجميع أعضاء جسدها السليمة عقب وفاتها لمن يحتاج ذلك. شاهين دعت أيضا الآخرين للمشاركة فيما وصفتها بالمبادرة الإنسانية لإنقاذ حياة الغير ومحاولة توفير حياة بلا معاناة أو مشقة. نتابع. أنا أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله لمن يحتاج ليها. أي إنسان محتاج، قلب، كلى، كبد، قرنية، رئة، انت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس، وفي نفس الوقت انت مش هتخسر حاجة. يعني الجسد ده هيفنى، هينتهي، هياكله الدود، يعني هيبقى في التراب. فبالعكس يعني احنا كده بنعمل خير وبنبقى اكتر انسانية مع بعض، بنخفف الام الاخرين. فكل انسان مستنير وبيحب الإنسانية وبيحب الخير وبيحب بلده هيعمل ده، وياريت الدولة تعمل لنا خانة في الرقم القومي يكون مكتوب فيها إن أنا متبرع، إن أنا موافق يعني على التبرع، بحيث إن الإنسان لما يموت حتى لو أهله ما عملوش ده، لا ده مكتوب في الرقم القومي بتاعه، وعلى الدولة إنها تستفيد بده وتاخد الجثمان فعلا ويتاخد منه السليم منه. إذن بعد هذا الإعلان للفنانة إلهام شاهين، تداولت وسائل إعلام ومنصات التواصل خبر يقول على خطى إلهام شاهين رانيا يوسف تتبرع بأعضائها. وقالت رانيا في تصريحات صحفية وإعلامية إنها اتخذت هذا القرار قبل سنوات، مؤكدة أنها وثقت في وصيتها موافقتها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها. مشاهدينا، هذه الدعوات لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباينت ردود الفعل حولها. نتابع مرة أخرى. إذن تدرس السلطات المصرية حاليا إضافة خانة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي، مع إعطاء المتبرع الحق في إلغاء موافقته على التبرع، وتعطي عائلته حق إلغاء الوصية بعد وفاته إن لم ترغب في تنفيذها.